السلام عليكم، محمد عبد الوهاب معاكم فيديو جديد، والنهارده احنا هنتكلم عن الدايان ابو الخليكو معانا. بحب اوجه رساله شكر لكل الناس اللي بتدعمني، شكرا جدا جدا ليكم. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس، ونخش في الموضوع على طول. الداينابول، انا ليه عملت فيديو جديد عن الداينابول او الديبول رغم ان انا عامل عنه فيديوهات قبل كده؟ ده بسبب الاسئله الكتير قوي اللي بتدور حواليه. ناس كتير جدا بتسالني عن الداينابول كل شويه، والحقيقه ان الداينابول مش اكتر هرمون سيف ولا حاجه. اولا الداينابول اورال استرويد بيتاخد عن طريق الحبوب، فناس كتير من المبتدئين خصوصا يقول لك انا هاخد داينابول بحيث ان هو يا حبوب، وانا بخاف من الانجكشن. وكل الناس في العالم بتخاف من الانجكشن، يعني مش شرط في مصر هنا بس، لا ده تقريبا في كل حته كله بيخاف من الانجكشن، وكله عنده معتقد ان الداينابول سيف لان انت بتاخده عن طريق الاورال استرويد او عن طريق يعني التابلت، تمام؟ ودي حاجه مش كويسه، يعني ان الناس تبقى معتقده كده دي حاجه مش كويسه جدا، وخصوصا ان بقى في دلوقتي تستوستيرون اورال بتاخده عن طريق الحبوب، فالاثنين دول مصيبه سودة لو انت ما خدتش بالك من حاجات اللي انا هقولها ايه في الفيديو دلوقتي. طيب اول حاجه، ايه هو الداينابول؟ ده نوع من انواع الاسترويد بيتاخد عن طريق الحبوب، بيستخدم في فترات الضخامه. ده الاستخدام الشائع ليه. هل الهرمون ده بيأثر فترات الضخامه او التنشيف؟ لا، بتضخم او بتنشف ده بناء على الدايت بتاعك، وده فيديو منفصل هنعمله وعملنا عنه حاجات كتير. ولكن نرجع لموضوعنا، الداينابول بيستخدمه بالاكتر في فترات الضخامه لانه بيعمل ووتر ريتينشن، بيحافظ على المفاصل، بيحط ميه في العضلات تحت الجلد فبيخلي المنظر بالكي شويه. فالناس بتستخدموه كتير في فترات الضخامه. نيجي بقى نخش على المصيبه السوداء اللي الناس مش فاهماها، ان انت لما بتاخد الداينابول من غير تستوستيرون ده اول مشكله. تاني مشكله كتر استخدام الداينابول. الداينابول اولا ما ينفعش تاخد من غير تستوستيرون، ما ينفعش تاخد اي هرمون الا في نطاق محدد، فاهم؟ من غير تستوستيرون. فانت لو هتاخد داينابول يبقى لازم تاخد تستوستيرون، ده رقم واحد. رقم اتنين، الداينابول شورت استر، فبيتاخد يوميا. يفضل تقسم الجرعه بتاعته، يعني مثلا تاخد 20 مللي جرام مثلا، تاخد الصبح وفي وسط اليوم، حتى في فترات الراحه عشان تفضل مخلي نسبته ايه ثابته عندك. المشكله الثانيه بقى يعني ان هو سام على الكبد، بيعلي انزيمات الكبد بشكل كبير. فالاعراض الجانبيه بتاعته رقم واحد ان هو بيعلي انزيمات الكبد، رقم اتنين بيأثر على الكارديو فاسكولار سيستم او على القلب لان هو بيعلي ال LDL اللي هو الكوليسترول الضار، وبيقلل الكوليسترول كويس، فده بيعمل مشكله. فلازم تحافظ على الدايت بتاعك معاه. بيزود ضغط الدم، ودي برضه مشكله ثانيه، بيخليك متعصب، بيعمل ووتر تنشن بشكل كبير. فدي الاعراض الجانبيه بتاعته. والاهم من كل دوت ان هو برضه بيتحول لاستروجين، بيحصل له ارماتايز انهبيتور، بيحصل له ارماطه. فلازم وانت بتاخده لو هتعلي الجرعه قوي تاخد ارميديكس معاه، تاخد كولوميد عشان هو هيزود الاستروجين عندك، تمام؟ بس انا اللي ما بنصحش اللعيبه بتوعي ان هم يستخدموا الكلام ده، عشان لو حد يعني من الناس اللي بيتابعوا معايا هيقول لك كوتش ما احنا ما بناخدش معاها ساعات الكلام ده، لان يعني انت بتاخد 20 مللي جرام جرعه قليله، فمش محتاج ان تاخد الكلام ده. انا بتكلم في الجرعات العاليه. طبعا كل جسم وليه استجابته، وطبعا في عوامل كتير جدا بتاثر غير طبيعه الجسم، انها النفسيه، منها الضغط، منها الشده بتاعه التمرين، ففي عوامل كتير. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت هتاخد الداينابول اولا ما تعدوش 6 اسابيع، ده الف به داينابول، ما تعديش 6 اسابيع استخدام داينابول او اي اورال استرويد عامه. تاني حاجه، هو مش احسن حاجه في الضخامه، ولكن احنا بناخده ككيك ستارت. رقم ثلاثه، ما تزودش معاه او ما تزودش جرعته، ولو هتزود الجرعه تبقى انت راجل محترف او راجل فاهم انت بتعمل ايه، لكن كمبتدئ مش محتاج اكتر من 20 مللي جرام، 30 بالكتير قوي، اكتر من كده هيبقى غلط. لازم تراعي جدا ان انت تستخدم معاه حاجات داعمه لوظائف الكبد، زي مثلا الليجالون، ليفر البومين، ليفرين، الحاجات اللي بتخلي الكبد معاك كويس، لان هو بيزود انزيمات الكبد، وده هيخليك عندك يعني لو الانزيمات زادت بتحس ان انت مهبط، تعبان، الكلام ده كله. نرجع بقى كده ورا شويه واقول لكم، الداينابول مش هرمون بسيط وسهل زي ما الناس ما فاكره، لا هو هرمون قوي وفعال جدا جدا، وبيؤدي الدور بتاعه. من اكتر الهرمونات اللي ممكن تسبب لك الضخامه، انت ممكن تاخده وتلاقي نفسك خلاص 6 اسابيع بقيت عامل زي الجحش. ولكن مشكلته ان هو بيعمل ووتر تنشن بشكل عالي، فلازم اي هرمون بتاخده
لازم تهتم بالدايت بتاعك عشان ما تعليش ال HDL وتقلل ال LDL، ما تعليش يعني الكوليسترول الضار وتقلل الكوليسترول كويس، ده هيعمل لك مشاكل بعد كده. لازم تهتم بال CoQ10، ده داعم للوظائف او داعم للقلب، لانزيمات القلب اللي هو الكوانزايم ده مهم جدا. فالخلاصه الداينابول هرمون كويس وكل حاجه، وانا عامل عنه ريفيوهين قبل كده، ولكن الداينابول مش اي حد يستخدمه، المبتدئين يستخدموه عادي مفيش مشكله، ولكن ب 20 مللي جرام. انا ما انصحش حد ياخد استرويد، عشان بس ما حدش يقول انت بتنصح، لان الاسترويد دوت انت هتستخدمه لازم تقرا عنه وتعرف اضراره قبل ما تستخدمه، لان ما حدش هيخاف على جسمك اكتر منك. فالخلاصه ان الداينابول هرمون كويس مش وحش، لان برضو ناس كتير بتيجي تسالني يا كوتش ابدا بايه، لما اجي اقول له خد داينابول يقول لي بس ده وحش ومش عارف ايه ويقول لك لسه قد كده. لا، هو حلو وحش. حلو لو هتستخدمه بجرعات هاديه حتى في المستويات المتقدمه، وحش لو انت بقى مجنون ودخلت في جرعات عاليه، دي مشكله كبيره جدا جدا جدا. وده عن تجربه يعني، انا مثلا في لعيبه عندي بيستخدموا 20 مللي جرام، جميل جميل وزي الفل، اكتر من كده مش هيبقى كويس. ومع ال 20 براءه ان انا استخدم حاجات داعمه لوظائف الكبد زي السلمارين والحاجات اللي انا ذكرتها في اول الفيديو. لازم تهتم بالحاجات دي كويس جدا جدا جدا. بس هو ده الداينابول، انا عملت عنه فيديو زي ما قلت لكم، لان اسئله عنه كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. فيا جماعه الداينابول لازم تراعي ان انت وانت بتستخدمه تستخدم حاجات داعمه لوظائف الكبد، وقلتها 100 مره دلوقتي. لازم تهتم بالكارديو بتاعك، ده حاجه مهمه جدا عشان تقلل ضغط الدم. ولازم اكلك يبقى كويس. لو جيت خيرتني من الاكل والتمرين والاسترويد، الاكل اهم حاجه. بس جمعه مباركه عليكم، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد.